بعده لو انت مسؤول في الاهلي وقدامك تخلص صفقه نجم كبير في الزمالك دلوقتي مين هو اكيد زيزو مم. اكيد زيزو زيزو طبعا طبعا انا كان نفسي بنشرقي شرقي زيزو زيزو من اول ما شفته انا كاتب عندي على الفيسبوك هتلاقيه من سنه 2000 ومش عارفه كام كده قلت ده هيبقى نجم مصر يعني هيبقى نجم مصر الفتره اللي جايه لعيب هايل بصراحه طبعا. هايل طبعا وعنده كمان كتير جدا صح عنده كتير جدا